وللمزيد حول اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية 28، معنا عبر الأقمار الصناعية موفدة مركز الأخبار إلى الأردن سهير عصفور. سهير، ضعينا في صورة اجتماع وزراء الخارجية العرب، ما هي أبرز النقاط التي من الممكن أن تدرج على جدول الأعمال؟ مساء الخير عزيزة، وبداية أرحب بجميع مشاهدي تلفزيون البحرين. كما ذكرت بأن هذه القمة قد أحيت البحر الميت، أغلب الصحف اليوم قد تصدرت عناوينها الرئيسية بأن القمة العربية هي قمة لتنقية الأجواء العربية وتوحيد الصفوف، هي قمة سوف تكون كالمنبر للزعماء والقادة لمناقشة القضايا، مجمل القضايا التي تهم المنطقة. قمة الأردن سوف تشهد أكبر تمثيل من قبل زعماء الدول العربية، حيث سوف يحضر 17 أو 18 زعيم عربي، وهذه القمة الثانية التي تمثل أكبر حضور للقادة. طبعا هذه القمة سوف تخرج بتصالحات عربية، وسوف تكون هناك قمم مصغرة، إذا على حد التعبير وصف التعبير بأن هناك قمم مصغرة بين الدول العربية، كان أولها اليوم بتشريف طبعا خادم الحرمين الشريفين المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تم استقباله بشكل مهيب، وهذا دليل قاطع على متانة العلاقات الأردنية السعودية والتي هي متأصلة في جذورها. هناك موضوع جدا مهم، وهو أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قد قال في إحدى تصريحاته بأن القمة العربية سوف تطرح مبادرة جديدة بشأن القضية الفلسطينية، وسوف تقوم بطرحها السلطة الفلسطينية. ربما الأردن أراد أن يحيي القضية الفلسطينية مجددا، خاصة وأن النزاعات وأيضا الحروب التي تشهدها المنطقة والتحديات، ومن أبرزها الملف السوري والحرب في اليمن وأيضا في العراق وفي ليبيا. لذلك أراد الأردن اليوم أن يجدد هذه القضية لتكون في مركزية هموم العالم العربي. مقعد سوريا كان شاغرا اليوم، وذلك التزاما من المملكة الأردنية الهاشمية بقرار جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سوريا إلى حين إنهاء هذه الأزمة السورية. سيكون هناك تقارب سعودي عراقي إن شاء الله، وذلك على غرار الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى العراق، وذلك تمهيدا لعودة العراق إلى عروبته مجددا، وبعيدا عن التدخلات الإيرانية والتي اغتصبت هذه الأرض، الأرض العراقية. أيضا هناك بيان شديد اللهجة سوف يصدر، وسوف يكون هناك تعامل مختلف مع التدخلات الإيرانية التي أصبحت مؤخرا في كل قطر عربي، تعاني منها الشعوب العربية، هذه التدخلات الإيرانية التي تتمثل في الإرهاب وتتمثل في نشر الفتنة والطائفية. أيضا هناك مشروع للاجئين سوف تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية في محاولة منها إلى أن تقدم هناك مساعدات إلى الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين، وذلك لأن أصبحت هناك الأعباء ربما كبيرة على هذه الدول لتتحمل هذه المسؤولية. هناك الكثير من الملفات التي سوف تطرح في هذه القمة التاريخية، وأيضا ربما كل المعطيات الحالية، نتكلم عن سياسة أمريكية جديدة، نتكلم عن أوروبا تتغير، نتكلم عن إرهاب، نتكلم أيضا عن إيران العابثة في أمن الدول. كل هذه المتغيرات وهذه المعطيات وهذه الهموم العربية تتطلب اليوم من هذه القمة، أو تحملها بمعنى أصح المسؤولية تجاه كل هذه القضايا. قضايا اقتصادية، هموم الشعب العربي، ولكن في النهاية هذه القمة
قادرة إن شاء الله بأن تخرج بتوصيات. نعم سهير. سوف نعم موفدة مركز الأخبار إلى الأردن سهير عصفور، شكرا جزيلا لك.